هو واش ضروري كنحتاجو واحد الجود انجلش يعني باش اننا نبداو باش اننا نبداو نبلوغي. اصلا كاين سؤال اللي قبل منا عجا دابا في بالي، هو بيتيت واش البلوغين ضروري مرتبط بالانجلي، ولا بيتيت نقدر نبلوغي بالفرنسي بالدارجة؟ اش بان لكم؟ انا الصراحه كنبلوغي بلونجلي حيت جوج الحوايج، حيت كت ريتش كبيره بزاف، يعني كاين الناس اللي كيهضروا بلونجلي اكثر من الناس اللي كيهضروا الفرنسي. ثاني حاجه حيت ما بقيتش كنعرف نهضر الفرنسي ما بقيتش كنبراتيكي، دونك ما بقيتش كنعرف نكتب الفرنسي، واللونجلي اللي كنخدم بها هي اللي كتجيني سهله انني نكتب بها. الدارجة الدارجه نص نص. اوكي محمد. انا بالنسبه لي هو متفق مع مريم، هو انه الريتش ديال اللونجلي كبير بزاف، وغتعاونك حتى انت باش ملي كتكتب كتشالنجي راسك، دونك حتى الفيدباك اللي غيعطوك الناس عارف غيكون كبير بزاف، وغيعطوك فيدباك لاصق كما كتقول انت واسماعيل، دونك غيفيدوك اكثر. ما كنكتبش فرونسي باسكو دو ان ما كنحملش فرونسي، ما كنكتبش بالدارجه، كتجيني لا لا ثقيله نكتب بالكلافي، ديال العربيه ما كنعرفش. كاين دراري اللي كاين معانا دراري في الجروب اللي واعرين في الدارجه، منهم سفيان، منهم كاين خالد ان شاء الله. كيكتبوا مزيان بالدارجه، زعما كيعجبني نقراهم، دونك هادو سي فريمون كاين شي واحد كي ماستر في الدارجه، داك فنان كيرسم لك الدارجه، ما عنديش هاد لاطو هذا، دونك جو بريفير لونجلي، وديك لونجلي بازيك فهمتي، لونجلي تكنيك، ما نكتبش لك لونجلي ديال شيرلوك هولمز، لونجلي بسيطة جدا، فروم من واحد واثنان استنتج انه السلام عليكم. كتبدا بوان صافي دوز الاخر. صافي هلو توداي وي غونا توك اباوت الراق، از يو كان سي الراق، بزاف ديال الكود وشوية ديال الهضرة. الكود لغة عالمية فهمت كلشي تيفهمها. انا غير بغيت نكمل على هادشي اللي قال محمد، هاد اللي فين تاع لونجلي، ملي ما كتكونش واحد نيتيف سبيكر يعني كيكون عندك واحد الفوكابولير صغير، وكتستعمل غير كلمات اللي مفهومين بزاف، واغلبيه ديال الناس كيبان لهم هاد اللعيبه هادي ماشي ما مزياناش، وهي تقريبا احسن حاجه ممكن تكون عندك، لانك ملي كتكتب غير ديمو اللي بساط راه اي واحد ممكن انه يفهمك، على العكس الا كان شي واحد نيتيف سبيكر يقدر انه يكومبليكي شي حوايج اللي سامبل. علاش كنكتب بالانجلي كما قالوا الدراري؟ يعني كتبغي تيمبروفي الاولى هي تيمبروفي لونجلي ديالك، وحاجه اخرى الريتش كما قالوا انك تقدر تكوميكي مع بزاف ديال الناس، كي تكون عندك البوسيبيليتي انك توصل لبزاف ديال الناس. والدارجه ما كنعرفش حتى انا نكتب بالدارجه بزاف، يعني الدراري تبارك الله عليهم تيعرفوا يكتبوا، وهادشي لا يمنع ان زعما ما خصكش تبارطاجي بالدارجه ولا شي حاجه، يعني بغينا كونتنت بالدارجه، كاينين بزاف ديال الدراري كيديروا كونتنت في الديزاين بالدارجه، وفي هذا المنبر كنحييهم على هادشي. الاشكال اللي كيكون واحد شويه هو ما كيقدروش يسكيلو في واحد الوقيته، لان الاودينس واحد الوقيته كيتسالى، ما كيبقاش بزاف ديال الناس مانتيريسي بهذاك الشيء ديالهم، في الجروث نتاعهم كيوصلوا لواحد الوقيته وكيتسالى، على العكس الا مشيتي بلونجلي يعني كيكون عندك وورد وايلد ما تقدرش تسالي، كل ما كتزيد كيتزادوا عندك الناس اللي كيقراو هذا الكونتنت ديالك. وي اكزاكتومون، بغيت غير نضيف واحد القضيه وركز على واحد المساله قلتها فاتت خسرتو ليها، هو القضيه ديال اللونجلي خصها تكون عندك مزيانه، ولا يعني خصها تكون عندك اللونجلي اللي هي بازيك. و جو سي با، قريت في واحد الارتيكل شحال هذه بانه تقريبا الناس اللي كيقراو اصلا اللونجلي في الانترنت يعني تقريبا 70% ديالهم ماشي ناتيف انجلش سبيكر، يعني ما تيعرفوش اصلا يكتبوا لونجلي، غير كيقراوها تيفهموها. دونك انت بالنسبه لك انت تكون افونتاج انك كتكون قريب لهذوك 70% اللي هي الماجوريتي ديال الناس، وكتكتب لهم داكشي ديما تكنيك بساط، وغالبا هذوك 70% كلهم ما كيشوفوش ديك الايشيو غراماتيك اللي كيبانوا لك، ما كيشوفوش حتى هما، يعني تيقراو تيشوفوا واش واقع وصافي. انا واحد 30% اللي كيبدا يحكم لك على غراماتيك الايشيو والاورثوغرافيك سيتي. نزيد غير واحد الاضافه في هذا الايشيو اللي كيبانوا انك درتي شي فوت دوتوغراف ولا شي حاجه، انا كتبان لي حتى هذه زعما حاجه بوزيتيف، لانك تبيلدي واحد لونجاجمون في البلوغ بوست نتاعك، ملي كيجي شي واحد كيكومونتي لك درتي واحد الخطا هنا واحد الخطا هنا، يعني راه كيطلع عليك لونجاجمون تاع البوست ديالك. هذه مزيانه هذه، بارفو ممكن ديرها عن قصد باش تجيب دي كومونتير صح. عامل هاد اللعيبه
وبغيت غير نزيد راه الاغلبيه ميم نيتيف انجلش سبيكرز راه ما كي سي هادشي اللي زوين في الانجلش مايند سيت وسورتو الامريكان مايند سيت لانه واخا كيقرا البوست ديالك وكيلقى فيه لي فور دونك المهم عنده هو ياخذ لافورماسيون دونك عارفك ماشي نيتيف انجلش سبيكر غدير الاغلاط راه بحال اللي كيدوي شي واحد انجليزي بالعربيه فهمتي دونك وكيشوفو راك سميتو كتحاول تكومونيكي معاه باش ما عطل دونك هو ملي كيقرا البلوك ديالك دونك حتى هو كيحاول فهمتي ياخذ لافورماسيون يحاول يفهمك ويدوز حاجه اخرى بلات مره غير يروح لك راه هذه كان خصك دير لها كذا ولا كدير لها كذا مي هذه القضيه غتخدم بزاف الا كنتي فهمتي خصك تكتب شي كتاب ولا شي لعيبه هذيك خصك شي واحد اللي كوريجي لك اما كان البلوك ديالك بيرسو راه كتبو باش ما عطل فهمتي داك المهم هو لافورماسيون الطريقه ديالها غتجي مع الوقت جو كرو قليل بزاف ف قليل لي كومونطالي على 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 سميتو على لونغلي لي بلوك ديالي كاملين قليل بزاف جو كرو غالبا كاملين فهمتي كياخذوا لافورماسيون كي ديسكوتو معاك تكنيكال كونتنت بزاف تقول علاش درتي هادي ولا علاش درتي هادي وبعض المرات ملي كتزقلها كتسمع التصرفيق مي لونغلي فهمتي الا من غير ما كان شي واحد معقد فهمتي شي واحد سميتو مي اغلبيه ديال الكونتنت حتى لي زونغلوفون كيغمضوا